مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. اليوم اشتريت كارت أبو العشرة وعندي عشرة، فراح أشتري تطبيق من تطبيقات المونتاج. أنا اشتريت هذا حتى أشوفكم شلون راح تشتري أي تطبيق. طبعا طريقة الدفع بالآيفون تتكون من ثلاث أقسام، إما طريقة الدفع بداخل الكارت او كارت يعني كريدت كارت، او تقدر تشتري عن طريق الهاتف، او تقدر تشتري كوبونات. فاني انصح بالكوبونات احسن من كارتات. اوكي، هذا الكوبون تشتريه بمبلغ، بس كل واحد حسب دولته، انا شارح عليه. اوكي، وتنزيله سهل، موجود حلقه شلون نزله، فراح اشتري وراح اشوفكم شلون راح اشتري تطبيق المونتاج. هسه تشوفون، هسه راح نعبي الرصيد، راح ندخل على الابل ستور، نسوي خاصية عدم الازعاج. اوكي، راح ندخل على الابل ستور، ندخل فوق هنا، ننزل على كارتا او ذا كارت ان لوزنج. اوكي، فهنا كاميرا، تدخل على هذا اول خيار الفوق، فهذا رأسا اخذ ودخل الحساب مالتي. هسه صار عندي تشوفون رصيدي 20 أورو. أوكي، نسوي فرتش. هسه راح نروح على التطبيق اللي راح نشتري، تطبيق المونتاج. طبعا أنا راح أشتري إنشوت، وطبعا أي واحد هنا المكونات يقول لك الإنشوت تشتري مرة واحدة ب 38 أورو، وتروح العلامة المائية. العلامة المائية يعني أرباح من عندك تروح. بس أنا اليوم قررت إنه أشتري تطبيق فوكس لايف، أنا أستعمله كثير، فراح اشتري 16 يورو شراء لمره واحده. راح اتصل بالابل ستور. اوكي، باستخدام تاتش. اوكي، فهسه دفع زين بشتيت، يقول هنا يقول انت اشتريت وهسه صار مفتوح عندنا. اوكي، كاوفن اشترينا مرة واحدة. اوكي، اوكي، هذا الشراء مرة واحدة. فهسه احنا نقدر نتحكم، فتح عندنا. شوفوا هسه من اشترينا شراء لمرة واحدة، هسه فتح عندنا من نسوي اي مونتاج، هذا نزيله، فنسوي اي مونتاج نسوي براحتنا. نريد نتأكد ايش قد رصيد باقي عندنا، راح نروح على الابل ستور، ندخل هنا فوق. شوفوا صار عندي 3 أورو وسنت واحد. أتمنى تكونون استفاديتوا، ولا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس. وتحياتي للجميع من برلين الجميلة، عاصمة ألمانيا، مع تحياتي دكتور خالد. مع السلامة.